زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، حقيقة أن المتطوعين ما كانوش بس عبارة عن شباب وشابات مصريين ومصريات، لكن الحقيقة كمان أن مصر كمان تسلمت أو استقبلت أكثر من 9900 أبليكيشن أو طلب من شباب من حوالي 80 دولة حول العالم أن هم يشاركوا بالعمل التطوعي في مؤتمر المناخ في كوب 27. والحقيقة أن مصر يعني استضافت بالفعل أو وافقت بالفعل على 1300 طلب، وهم موجودين كمان موجودين في شرم الشيخ زي ما حضراتكم تابعتوا بيشاركوا في تنظيم قمة المناخ كوب 27، باعتبار طبعا أنه هذه القمة هي من أهم الفعاليات السياسية والاقتصادية والمناخية في العالم أجمع. وزي ما احنا بنتكلم مع حضراتكم على مدى أهمية هذا الحدث العالمي، هذا الحدث المناخي العالمي، فكل التجهيزات اللي تمت في قاعة المؤتمرات وأماكن تنظيم الجلسات والفعاليات هي تجهيزات على أحدث الوسائل الذكية والصديقة للبيئة. خلينا نشوف مع حضراتكم إيه أهم التجهيزات اللي موجودة في قاعة المؤتمرات ونرجع مرة تانية. بعد أن تسلمت مصر رئاسة كوب 27 هنا في مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ قاعة المؤتمرات، الحقيقة أنه في كواليس كتير خلف القاعة الرئيسية اللي تم فيها الجلسة الإجرائية لتسليم مصر رئاسة المؤتمر. يمكن من أهم الحاجات في المؤتمر دي هي سمة المؤتمر، هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع، مش بس مجرد اتفاقيات على التعامل مع التحديات المناخية وتحديات التغيرات المناخية، ولكن الأهم هو التطبيق. طب إزاي قاعة المؤتمرات هنا وإزاي بشكل عام مصر بتتعامل بشكل فعلي على أرض الواقع؟ خلينا نبتدي كده في الكواليس، مكان وجود الوفود الأجنبية ووسائل الإعلام اللي بتغطي المؤتمر، يعني الحاجات اللوجستية البسيطة في البداية. مثلا لو حبيت تشرب مية، استخدام الأكواب الكرتونية، مبقاش فيه الأكواب البلاستيكية اللي هي أساسا بتضر البيئة بشكل عام. كمان زجاجات المياه مش زجاجات بلاستيكية، لا، هي زجاج مصنوعة من الكرتون عشان حتى ممكن ان هو يعاد تدويرها مرة تانية، او حتى لو تم التخلص منها ما تبقاش مضرة للبيئة. دي نقطة. في نقاط كمان دايما مهمة جدا في فكرة التعامل مع البيئة والحفاظ على البيئة، هي فكرة فصل المخلفات او فصل المهملات. فصل المهملات الحقيقه انه هنا كمان موجود فكره الكنز، يعني فكره هنا وجود الباسكت اللي موجود احط فيه المهملات او المخلفات، مقسمه لاكثر من حاجه عشان ما يبقاش فيه يعني دمج للمخلفات، وده برضو بيأثر بشكل مباشر. يعني مثلا جزء الخاص بالبلاستيك لوحده، جزء الخاص بالكنز لوحده، جزء الخاص بالاوراق لوحدها، ولو في حاجات عضويه يبقى ليها جزء خاص برضو لوحده. طيب هل ده بس موجود في الكواليس الخاصة بقاعة المؤتمرات أو الجزء اللي خلف القاعة اللي تم التسليم فيها؟ لا، كمان في كمان جزء مهم جدا حفاظا على الصحة وحفاظا على الوفود الأجنبية، في كمان نقاط كده موجودة أمام القاعات، وهي نقاط للإسعافات الأولية. نقاط الإسعافات الأولية موجودين رجال الإسعاف ووزارة الصحة المصرية موجودين بكل المستلزمات الطبية عشان يقدروا ان هم يساعدوا الوفود اللي موجودة، سواء مصريين او غير مصريين، الوفود الاجنبية او حتى الاعلاميين اللي موجودين، علشان طبعا يكون في اي طارئ لا سمح الله يكون موجود هيكون في تعامل مباشر في الامر.